مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. اليوم نزل الفيديو كليب الحصري لأغنية أبو الجود الساحة للأقوى، اللي كانت بمناسبة اقترابه من المليون مشترك على يوتيوب، حيث صارت محققة ما يقارب النصف مليون مشاهدة إلى الآن خلال ساعات قليلة فقط. ألف مبروك لأبو الجود على الأغنية. أما مجرم جيمز فتمكن من تخطي حاجز 8 مليون مشترك على يوتيوب، ألف مبروك لمجرم جيمز. ونور ستارز تمكنت من تخطي حاجز 17 مليون مشترك على يوتيوب، ألف مبروك لنور ستارز. أما عبد الله النعيمي فأجاب على سؤال بالستوري كان من هو اليوتيوبر المفضل لإله كشاب وكبنت، وإجابته كانت جحا الطاب وسكينة. جاوب وايد عجبني السؤال. بالنسبة حق اليوتيوبرز الرجال ليحن عن رأيي جوح الطب بالنسبة لي هو الأفضل. بالنسبة حق البنات في بنت اسمها سكينة محتواها وايد وايد حلو وايد. أما أنس وإبيسان فعم بيحضروا لمسات الأخيرة لأغاني بيسان الجديدة اللي رح تنزل قريبا، وأغنيتهم مع بعض بعنوان خف علينا اللي رح تنزل قريبا جدا. حبايبي واخيرا وليس اخرا سجلنا لكم اغاني وكفرات شيء العافيه ودعدوها الاغاني راح تنزل اغاني بس غيرك حبايبنا نحكي لكم موضوع مهم انا وبسام دندوب يتحدانا والله العظيم تحديت خف علينا صارت جاز واموره تمام بس حلفي مين ما بعطينا اياه لما يوصل 50,000 على اما نارين بيوتي فانتقلت لدبي مره ثانيه ووجهتها الاولى كانت مطعم الشيف براك ووثقت لقائها بهالستوريهات. أما أسامة مروة فرح ينتقل بعد أسابيع من كاليفورنيا لدبي، وعم يستعد حاليا لتنزيل أغنيته مع غيث مروان اللي رح تنزل بعد 3 أو 4 أيام تقريبا حسب تصريحه بآخر فيديو على يوتيوب. كم نسبة حماسكم لكل مفاجآت اليوتيوبرز والأغاني الجديدة؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.